السيد ياسر القرادي. مرحبا، اهلا وسهلا سي ياسر. مرحبا بك وشكرا سي ضيف. شكرا. مبادرة تشريعية جديدة لعفو عام في جريمة الشيك دون رصيد، موضوع نداو به برشا برشا ناس السنوات هذه الكل. كنت تعطينا شوية تفاصيل على هذه المبادرة، شنية بالضبط، بشنو تتعلق، وشنية التفاصيل الموجودة إلى حد الآن؟ يعني في الحقيقة مجموعة من الزملاء ونص عليها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تقدموا بمبادرة تشريعية تتمثل في عفو عام في مجال الشيكات. طبعا نظر مكتب مجلس نواب الشعب في المبادرة وأقر يعني يوم الخميس الفارط إحالتها إلى لجنة التشريع العام، وبالتالي تم إحالة هذه المبادرة إلى لجنة التشريع العام من أجل النظر فيها. ما يتعلق معناها بالجوانب التقنية، أن يعني هذه المبادرة وردت في صيغة عادية، لم ترد في صيغة استعجال النظر، لأنه أنا متابع يعني النقاش في الفضاء العام في المدة هذه أنه فيه مطالبات بالتسريع في النظر في هذه المبادرة من طرف خاصة الناس المتضررة من العقوبات السجنية والناس اللي في حالة فرار إلى آخره. وطبعا احنا نتفاعل مع هذه الوضعيات الاجتماعية، ويهمنا برشا أنه يعني التوانسة نرفع عليهم بعض هذه الإشكاليات. باش كنت تتعلق المبادرة هذية؟ للتوضيح فقط قبل ما نجي إلى مضمون المبادرة، أنه هذه المبادرة وردت في صيغة عادية، لم يرد معها طلب استعجال النظر، وبالتالي فإنه المخول لتبويبها وتحديد يعني أجل النظر فيها هو مكتب لجنة التشريع العام، بما أنه المكتب يعني هو الذي يحدد جدول الأعمال وفق يعني تراتبية ورود القوانين على مكتب اللجنة، إضافة إلى التنسيق بين عضو مكتب مجلس النواب المكلف بالتشريع واللجنة لتحديد أجل النظر. هذا إجابة على بعض التساؤلات اللي يعني قاعدة تصلنا يعني اتباعا هالأيامات هذوما. في ما أهم ما ورد في هذه المبادرة هي في الحقيقة المبادرة تتعلق بعفو في مجال الشيكات، ينص على أنه معناه يستفيد بهذا العفو معناها كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 مجلة التجارية، وحررت في شأنه طبعا في الشهادة في عدم الخلاص قبل يعني 31 ديسمبر 2023. هي في الحقيقة يعني ثم معناها أنه هذه المبادرة تؤكد على أن يعني عدم المساس بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد. ثم هذا الفصل الثاني، والفصل الثالث يعني وزير العدل، وزير الداخلية، وزير المالية، محافظ البنك المركزي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ يعني هذا القانون، علما أنه تقريبا هو هذا النص تقريبا هو بدو نص المرسوم اللي اصدر في 2011 في مجال الشيكات، تقريبا نفس النص اطلاعا على مرسوم 2011 اللي اصدر في 26 ابريل 2011، واللي معناه تقريبا نفس المبادره جات في بنفس التصور وبنفس الفلسفه. في مجال الشيكات كيف ما تعرف مساله العفو كيف ما تحدثت، العفو تاع 2011 كان اصدر بمناسبة انه وقتها معناها اندلاع الثورة في تونس وايضا الحراك انذاك في ليبيا، وانذاك كان عدد كبير من التوانسة اللي معنيين بالشيكات في حال فرار في ليبيا، فصدر هذا المرسوم. ثم تعرف انه رئيس الجمهورية سنة 2022 اصدر ايضا مرسوما يتعلق بالعفو في مجال الشيكات، وثم تأتي هذه المبادرة. توا باش نتسألوا شنو أوجه الشبه وأوجه الاختلاف الموجودة. تقريبا كيف ما قلت مرسومة 2011 والمبادرة هي بيدها نفس التصور، نفس ثلاثة فصول، نفس المضمون. الاختلاف يكون مع المرسوم اللي أصدره رئيس الجمهورية في فبراير 2022 واللي تم تمديده يعني بالمرسوم عدد 80 لسنة 23. شنو أوجه الاختلاف؟ يعني ما ورد
في مرسوم رئيس الجمهورية أنه يتمتع بالعفو كل من يعني يؤمن المبالغ المستوجبة لدى المصرف إلى آخره. يعني خلينا نبسطوا للتوانسة، إنه معناها لأنه الفلسفة اللي تبنيت عليها الفكرة هي يعني ثنائية حرية المدين وضمان حقوق الدائنين. ففي المرسوم اللي أصدره رئيس الجمهورية في سنة 22 قام على أنه اللي خلص يعني مع إسقاط يعني يعني عفوا الخطايا ولا مع إسقاط الخطايا اللي خلص الديون المستوجبة لفائدة المدينة فإنه يتمتع بالعفو. في هذا النص تقريبا نفس الشيء موجود لكن باختلاف انه يعني لا يمس بحقوق الغير دون ان يكون هناك موجب لانه يقوم بعملية الخلاص قبل التمتع بالعفو. فالخلاص يكون لاحق وبالتالي تحويل الدين الى دين مدني. وفي هذا قد يكون اعتقد انه النقاش سيتمحور حول هذا، يعني انه الخلاص قبل العفو ولا بعد العفو، معناته يخلص ويستفيد بالعفو والا يستفيد بالعفو بعد يخلص دون انه ما يكون ثم لهنا وضوح حقيقه في النص اللي تقدم في اجال الخلاص، كيفيه الخلاص، في حاله عدم الخلاص الاستتباعات الى اخره. هذه معناها في اطلاعنا الاولي حول هذا النص المقدم. والاجال مضبوطه ولا مش مضبوطه في النص المقدم؟ لا 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 النص المقدم معناها نعاود نقرا معناها يذكر انه لا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصه بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الاعلام التي دفعها البنك الى اخره. يعني اكد على عدم المساس بحقوق الغير. هذا شنو يعني انه هذه الحقوق تتحول يعني الى دين مدني مستوجب الدفع دون تحديد يعني سقف لاجال خلاصه وكيفيه الخلاص وضمانات هذا الخلاص، وفي حاله عدم الخلاص شنو يعني الاثار القانونيه اللي تترتب عليه. فبالتالي هذا كله اعتقد انه يتطلب مزيد من الوضوح. بما انه تفضل باش نسالك عاصفه الاستعجاليه، اذا كان هو مش استعجال النظر اليوم لا الاستعجال النظر في هذا في المبادره هذه، قداش نجم تاخذ وقت معناتها اليوم من البرلمان حتى انه نجم نصيغوها في صيغه نهائيه وتنجم تعرض على البرلمان ويتم المصادقه عليها؟ خلينا نتذكر مع بعضنا انه البرلمان عقد سلسله من جلسات الاستماع فيما يخص تنقيح الفصل 411. يعني انا نحب ديما نرجع للاصل في الاشياء. اصل الموضوع احنا لما تناولناه هو معالجه لقضيه يعني في اطار معالجه شامله ورؤيه شامله. اذا لانه معالجه الفصل 411 وكل الفصول يعني اللي تتعلق بالشيكات، اذا هذا هو محور اشتغال لجنه التشريع العام بالبرلمان وايضا الفلسفه اللي انطلق منها يعني رئيس الجمهوريه وحتى مختلف الاطراف اللي تحدثنا معهم وكان توافق حول هذا. توافقنا تبنى على فكره ان نعالج الموضوع برمته، يعني الشيك باعتباره معناها حلقه من حلقات الحياه الاقتصاديه في البلاد ومكون رئيسي، وبالتالي لابد من معالجه الاشكال وانقاذ يعني الحياه الاقتصاديه من جمله الصعوبات اللي تمر بها. ايضا تحدثنا على تحميل المسؤوليات وخاصه يعني المصارف الماليه والبنوك اللي تصدر هذه الشيكات، ثم تحدثنا انه المكون الثالث في نقاشنا يكون مساله الناس اليوم اللي معناها تعرض الى هذه العقوبات واللي تقضي في عقوبات او في حال فرار، كيفاش نلقاو الحل اذا من اجل انه يستفيدوا اذا من يعني هذا القانون الجديد ونخرجوا من حاله التجريم مع انه نضمنوا حقوق الدائنين. هذه الفلسفه اللي اشتغلنا عليها طيله اشهر مع تقريبا كل الاطراف وعملنا فيها 11 جلسه استماع ل 11 طرف. هذا التصور العام اللي مشينا فيه، وهذا التصور العام اللي تشتغل فيها وزاره العدل وفي اطاره عده مشروعها.
هذا المشروع يختلف عن 411، يعني ما هوش هو مشروع تنقيح المجلة التجارية ومشروع قانون الشيكات اللي حكينا عليه. هذا يعني جزء من المشروع يتعلق بمسألة عفو في مجال الشيكات. أنا الحقيقة في تصوري أنه المقاربة اليوم في تونس احنا محتاجين للمقاربة الشاملة إذن، لكن الناس اللي قدمت هذا والزملاء اللي قدموا هذا والناس البراء اللي دافعوا على هذا الطرح، شنو هو المنطلق نتاعهم؟ أنه تأخر تقديم مشروع قانون الشيكات، ولذلك لابد معالجة يعني آنية في علاقة بوضع الناس هذوما في انتظار أنه يجي مشروع قانون الشيكات. أعتقد المقاربة هذه لازمها شوية تعديل. في رأيي أنه مشروع قانون الشيكات لابد أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها وترسل في أقرب الأجل، لأنه في أكثر من مرة تم إعلامنا أنه مشروع القانون جاهز وبنسبة 99% وأكثر من 99%، وأنه خرج من أروقة وزارة العدل وذهب إلى رئاسة الحكومة وفي انتظار مجلس وزراء. شنو مازلنا ننتظر به القانون هذا؟ أعتقد أنه الحل سيكون هنا، لأنه مشروع القانون كيف ما قلت نتاع العفو راهو جاء من غير طلب استعجال نظر، وبالتالي لازم يترتب ضمن يعني مع بقية القوانين ويستنى دوره مع بقية القوانين، ومكتب اللجنة هو الذي له الرأي في هذا. إذن وهذا ينجم يخذلنا بعض الوقت. شو معناتها بعض الوقت؟ قديش؟ عام؟ يعني أقل؟ أكثر؟ لا 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 لا، ما نحكيوش على عام، أما نحكيو على مدة، لأنه اليوم لجنة التشريع العام متعهدة بالفصل 96 وباش تنطلق الأسبوع هذا سلسلة من جلسات في مراجعة فصل 96 المجلة الجزائية على أهميته، ونعرفوا أنه يتعلق بمسؤولية الموظف العمومي وعطالة الإدارة إلى آخره، فهذا محور حارق أيضا. إذا أيضا لدينا قانون آخر في مجال يعني الملكية الفكرية في المجال التجاري، واللجنة متعهدة به، وعنا يعني جلسة استماع مع السيدة وزيرة التجارة سابقة أن تم تحديدها وتم تأجيلها بسبب سفر يعني للسيدة الوزيرة والتزامات السيدة الوزيرة، وترجع الأسبوع ما بعده. ثم عندنا قانون آخر يتعلق بمهنة تنظيم مهنة المستشار الجبئي، هذوما ثلاثة موجودين على طاولة لجنة التشريع العام، ويضاف إليهم هذا القانون الرابع. طبعا في هذا اللجنة لازمها باش تعمل ترتيبات، وبالتالي هذا باش ياخذ بعض يعني الوقت. في المقابل عندنا قانون جاهز، عندنا قانون جاهز لدى وزارة العدل، شنو نستنوا به؟ إذا القانون هذا يعرض إذا في أقرب الأجل على مجلس الوزراء، يحال إلى رئيس الجمهورية، والناس كلها نعرف أنه رئيس الجمهورية يولي اهتمام لهذا الموضوع، وكان في أكثر من لقاء مع السيدة وزيرة العدل ومع السيد رئيس الحكومة، وحتى في لقاء أخير مع ممثلي البنوك تعرض إلى هذا الموضوع. فبالتالي باش يكون ينجم يكون في أقرب الأجل على طاولة إذا مجلس نواب الشعب ولجنة التشريع العام، وتكون معه صيغة استعجال النظر، وهكا يعني هكا الإشكاليات القانونية كلها نرفعها، وتصبح اللجنة مطالبة قانونا أن تعلق أشغالها، أو لأنه الأولوية النظر لمشروع قانون رئيس الجمهورية، ثم بصيغة استعجال النظر تعلق قانون اللجنة بقية الأشغال وتتلهى بالقانون هذا معناتها اهتمامها لهذا المحور. اعتقد هذا معناتها انت اليوم كرئيس لجنه التشريع العام اليوم تدعو وزاره العدل الى تقديم هذا القانون، ايش قاعد يعمل معناتها اليوم في رفوف وزاره العدل؟ نعم. واعتقد انه حتى مبادره زملائنا تتنزل في هذا الاطار، الدفع نحو يعني التسريع في ارسال مشروع قانون اذا المتعلق بالشيكات، لانه نحن نحب تكون رؤيه ومقاربه شامله، ولا نريد ان نجزئ هذا الموضوع، نحب نلقوا حلول للنسبيه، ونحب الناس هذه في أقرب الأوقات تخرج من السجون، ونحب الفارين خارج تونس يرجعوا لتونس ويعاودوا يحلوا مؤسساتهم ويعاودوا يخدموا، لكن نحب أيضا نظم من حقوق الدائنين، ونحب الرجع الحيوية والحركية الاقتصادية والنشط الحياة الاقتصادية، ونحب نحافظ على الشيك كوسيلة تعامل في مجال المعاملات الاقتصادية، وما نخلقوش حالة الرهبة والخوف اللي تنجم تنبع من بعض يعني المقترحات اللي تنجم تكون في بعض الأحيان معناها تثير بعض الخوف. اليوم من التساؤلات كيف ما ثم ناس تدعو إلى التسريع، ثم ناس إذا تطرح مخاوف، اليوم حقوقي أنا كدائن، شكون باش يضمن هذه؟ ها؟
تكون باش يضمنها لي. اي فوالا لازم شكون باش يضمنها لي حقوقي انا كدائع، لان المعادله انطلقنا منها وانا ديما نذكر بها، فهمتني؟ واذا كان رئيس الجمهوريه دائما يؤكد عليها، اذا هي معادله تراوح بين حريه اذا المدين واذا ضمان حقوق الدائنين. اذا خرجنا على المعادله هذه احنا خرجنا على فلسفه الطرح اللي نحب نمشي فيه، واللي هو طرح توافقي بين جميع الاطراف، فما نحبوش نخرجوا على حاله التوافق. وضمانه عدم الخروج عن حاله التوافق اذا المجتمعيه واذا السياسيه والاقتصاديه اللي قائمه في البلاد بين مختلف الحساسيات وبين مختلف المكونات، اعتقد انها تتوفر في اذا مشروع اذا تنقيح سياسر. ما تخافش اليوم بعد المبادره هدايا، المبادره التشريعيه، يتحول اليوم من الخوف من استعمال الشيك اليوم الى استهتار باستعمال الشيكات؟ نعم، وهذاك علاش احنا قلنا هذه المقاربه. وهذا يبقى رايي، انا ابدي به، اذا هذا رايي في انتظار راي لجنه التشريع العام في رايي ان المقاربه يجب ان تكون مقاربه شامله، واعتقد انه حتى زملائنا اللي قدموا المقترح هذا راهم يشاركون نفس الراي، وكل المكونات تشارك نفس الراي انه المقاربه لازمها تكون مقاربه شامله ونعالجوها في اطار حفظ اذا مكانه الشيك في المعاملات الاقتصاديه، نراجعه ونحفظ مكانته ونضمن حقوق جميع الاطراف، ما نخلقوش حاله من التخوف في جهه ما في مجال المعاملات، لانه هذا باش يضرب مختلف حلقات التعامل بهذه الوسيلة. أعتقد أنه كيف ما قلت أنه زملائنا أراوا تصورهم يتنزل في هذا الإطار، أنه الوزارة عليها اليوم أنها تسرع في إرسال المشروع من أجل أنه نقوم بمعالجة شاملة ولا نجزأ عملية معالجة إشكاليات الشيك دون رصيد. شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة يا رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان الأستاذ ياسر القراني. شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا في ما يخص المبادرة التشريعية لعفو عام في جريمة الشيك دون رصيد وتفاصيل هذه المبادرة. يفضلك احنا وصل معكم لقاءنا، مرحبا بكم 8:44 دقيقة على موجاتنا. لشيفخ آخر الأرقام تفيد بارتفاع عدد المصابين بالسرطان في تونس، أرقام نهاية العام 2023 نحكيه في الأرقام.